نفس الكلام. دي واحدة قاعدة في مصر في القاهرة بتتكلم عمالة تخبط أي كلام. فوضى 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 بتتكلم. شهدائنا الدولة اللي قتلتهم. يا سلام، إيه الفرق بين الكلب الكلبة اللي اسمها آيات عرابي واللي كتبته على الفيسبوك واللي كتبته بنت حمد الفخراني؟ المفروض أنا يعني تقديري للموقف إنه واحد زي حمد الفخراني وبنت حمد الفخراني يتداروا عن خلاص يتواروا خجلا مما ارتكبت أيديهم. آيات عرابي هذه ال ما تطلعوليش صورة آيات عرابي عشان بقرف والوقت مش مستحمل. بتقول نفوق، انت متخيلين نفوق العقيد امتياز كامل؟ ده موجود في الفيسبوك في صفحة آيات عرابي. الشهيد اللي التراب اللي بتدوسه ودسته أقدامه أشرف من كل جماعة الإخوان وأتباع جماعة الإخوان على مر التاريخ منذ حسن الساعات اليهودي وحتى هذه اللحظة. التراب اللي بتدوسه أقدام أصغر شهيد مصري أشرف من كل جماعة الإخوان منذ حسن البنا وحتى الآن. آيات عرابي قاعدة في أمريكا ولا قاعدة في أوروبا بتتسكع في الحانات وساقطة من ساقطات الليالي بتتكلم على مصر وعلى شهداء مصر.